هنعمل كوكيز على شكل بطيخه. كوكيز ده يعني بمناسبه موسم البطيخ اللي احنا فيه بقى ومال الدنيا يعني. طريقه سهله جدا وبسيطه ومش مكلفه خالص. انا عندي هنا دقيق، سمنه، بيض، الوان طعام اللي هي الحلويات، وشويه شوكولاته اللي هي الشيبس دي. بصوا عامله زي العدسيه كده، دي بتشتريها من عند ملتزمات الحلويات. ده عنده كل الحاجات دي والاشكال والوان، وبقى موجود في كل حته، مش كان زمان في العتبه بس عشان نروح العتبه بس، دلوقتي لا موجود في كل حته. طب ده عباره عن ايه؟ معانا المقادير عشان هي تصوريها. كوبايتين من الدقيق، كوبايتين من الدقيق، نص كوبايه من السمنه، كوبايه الا ربع من السكر، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، اتنين بيضه، اتنين باكو فانيليا، والشوكولاته والالوان. سهله خالص. هاخد السمنه، سمنه او زبده على فكره، يعني عايز اعملي بنص كوبايه زبده اعملي، هي اصلها زبده بس انا بعملها بسمنه عشان اوفر شويه. وكوبايه الا ربع من السكر، واضربهم مع بعض بالسكينه الكبيره دي. يا بالسكينه دي يا بمضرب الكهرباء، بس لو مضرب الكهرباء السكر البودره يبقى احسن. ماشي، اتنين بيضه، بسم الله الرحمن الرحيم، اتنين بيضه، فانيليا، اتنين باكو فانيليا، نضربهم برضو، هحط البيض والفانيليا بعد كده. كوبايتين دقيق، كوبايتين دقيق، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، ورشه الملح، واعجنهم. ادي كده عجينه البسكوت او الكوكيز خلصت. دي عباره عن ايه؟ كوبايتين دقيق، كوبايتين دقيق. ماشي، انا كده عايزه ايه، اخد جزء الونه احمر وجزء الونه اخضر وجزء اسيبه ابيض. الاحمر هيبقى اكتر حاجه، من قلب البطيخه بيبقى ايه لونه ابيض، لونه احمر، فده يبقى اكتر حاجه. الاخضر هيبقى يعني متوسط، وبعدين الابيض اتخن سنه، فانا هقسمه بقى كده. هياخد حته رفيعه خالص للاخضر، ممكن دي، ونحط عليها لون اخضر. بسم الله الرحمن الرحيم. قشرة البطيخ، لا ده البطيخة دي فظيعة يعني مبزرة، هي حمرة بس قشرتها تخينة. دي مش ميزة، ده عيب. ماشي، واروح قافله بقى الابيض على الابيض والايه والاخضر على الاخضر، اجيبها كده. واروح حطاها في الثلاجه، اروح حطاها في الثلاجه لغايه ما ايه تمسك نفسها، عشان لما اقطع ما تطلعش معايا متنيه. تمام، حطها كده، بس اخليها حلوه كده عشان تبقى مدوره. حطها في التلاجة. نيجي بعد كده، انا دي كانت في التلاجة معانا، دي مظبوطة شوية، قطعت ميرسي شكرا. بص البطيخة كأنها وقعت اتكسرت. بص شكلها، ده شكلها جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا المفروض بقطعها
اول ما تخرج من التلاجة علشان ما تعمليش فتفتة كده. ممكن تعملها دايرة اكبر من كده كمان.